بلغ مجموع عدد المعاملات التي تعاملت معها هيئة تنظيم سوق العمل خلال العام المنصرم ما يزيد على 1.5 مليون معاملة. جاء ذلك على لسان سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، الذي نوه إلى القفزة الكبيرة التي شهدها حجم الزيارات التفتيشية للشركات خلال العام 2016 للإطلاع على سجلات الحضور والانصراف للعمالة، إلى جانب انتظام عمليات صرف الرواتب للموظفين البحرينيين، حيث وصلت إلى 24,000 زيارة تفتيشية، أي بزيادة وصلت إلى 71% مقارنة مع السنوات الماضية. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف السيد أسامة بن عبد الله العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. أهلا بك سيد أسامة. بداية، كيف تعاملت الهيئة مع هذا الكم الكبير من المعاملات، وما هي نوعية تلك المعاملات التي تم إنجازها؟ لقد كانت سنة 2016 سنة استثنائية فعلا في عدد المعاملات التي قامت بها هيئة تنظيم سوق العمل. بلغ مجموع المعاملات بصورة إجمالية 1,504,000 معاملة، منها 860,000 معاملة رئيسية التي هي طلبات إصدار تصاريح العمل وتجديدها والانتقال وغيرها، والباقي عبارة عن معاملات ثانوية خدمت من خلالها الهيئة 700,260 مراجع حضر إلى مقر الهيئة الثمانية حول مملكة البحرين. وقمنا بتحصيل البيانات البيولوجية للعمالة الوافدة بعدد 181,600 شخص. قامت الهيئة مثل ما تفضلتي ب 24,500 زيارة تفتيشية، وأصحح بزيادة قدرها 81% عن عام 2015 اللي كانت 13,500 زيارة تفتيشية. كذلك استقبلت الهيئة 194,000 اتصال، كان معدل الانتظار على الهاتف 23 ثانية قبل أن نخدم العميل، واستقبلت 35,500 تذكرة إلكترونية، يعني طلب إلكتروني عبر الموقع. طبعا موقع هيئة تنظيم سوق العمل زاره 45 مليون زائر خلال عام 2016، 45 مليون زيارة، منها 6 ملايين زيارة لزباين الهيئة الذين قاموا بالدخول إلى الموقع عبر استخدام التعريف الخاص بهم. وقامت الهيئة عن طريق موقعها الإلكتروني بتمرير 952,000 معاملة مالية. ولكن سيد أسامة، يعني هل هناك آليات جديدة تبنتها الهيئة لتوضع في مقام إنجاز المعاملات وتخفيف الجهد والوقت على أصحابها؟ طبعا خلال العام 2016 افتتحت الهيئة 3 مقر جديدة لخدمة عملائها، بالإضافة إلى مقرها اللي كانت موجودة قبل ذلك، وذلك لتخفيف الضغط. كذلك قامت الهيئة بمد ساعات العمل لغاية الساعة 7 مساء في كافة فروعها لخدمة عملاء الهيئة. في نفس الوقت تم تسهيل الكثير من المعاملات الإلكترونية لكي تكون عملية التعاطي مع الهيئة سواء كانت إلكترونية أو شخصية معاملات سلسة وتنتهي بالنتيجة المرجوة في أقصر وقت ممكن. ذكرتم أن هناك فرق تفتيشية للهيئة، هل رصدت تلك الفرق الخروقات التي قامت بها هذه الجهات؟ طبعا قامت الهيئة مثل ما قلت ب 24,500 زيارة تفتيشية في العام 2016، تركزت هذه الزيارات على عملية ضبط السوق، غالبيتها كان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة البلديات ووزارة الصحة والمحافظات،
حيث نقوم بعمليات رصد العمالة المخالفة سواء في مناطق تجمعها أو في أماكن العمل، بالإضافة إلى زيارة أصحاب العمل للتحقق من حاجتهم إلى العمالة وحاجتهم إلى الإبقاء على هذه العمالة من خلال التدقيق على ملفاتهم والتدقيق على الحضور والانصراف ودفع الرواتب في أوقاتها. نعم، السيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك.